أخبار اليوم. أول حاجة أنا بحب حضرتك عارف آخر معلومات طلعت إن القوات المسلحة لقيت أصدرت بيان إن هي لقيت بعض المعلومات الخاصة بالطيارة، وإحنا بالنسبة لنا إحنا زمايلنا والركاب اللي موجودين على الطيارة كلهم وبنتعاطف مع أهاليهم إن هم أهالينا إحنا كمان وتربينا معاهم سواء كان طقم ولا ركاب طيارة. إحنا عاملين مكان عشان يردوا على العائلات بتوع الناس اللي في الطيارة في فندق نوفوتيل، وإن شاء الله عاملين حسابنا إن إحنا نقعد معاهم على الأقل كل يوم مرة أو مرتين نرد لهم في غير وجود سفر، عشان دول إحنا ناس زمايلنا قاعدين معاهم وأهاليهم. إن شاء الله هنعمل مصر طيران أعزاء مجمع للطاقم الطيارة وأهاليهم إن شاء الله كله، إن شاء الله هيبقى يوم الاثنين أو الثلاثاء.